وهك يا لالا صراحه دخلنا التاريخ بعد ما سميتو. كانت افضل حاجه هي التبديلات اللي كيديرهم وليد الركراكي في اخر لحظه. الحمد لله يا ربي كنشكرو وسود المغرب على الجهود اللي كيعطيونا باش يخلونا نحسوا بهذه الفرحه. ما تخيلش كيفاش كنا في اخر دقائق الحمد لله يا ربي وشكرا بزاف لاسود المغرب. انا فرحانه بزاف وما كنا الصراحه كنا متخوفين، كان عندنا واحد التخوف ولكن تبارك الله عليهم رفعوا ريوسنا وكبروا بينا ما شاء الله. صراحه باش نلعبوا بهذا النيفو قدام هاد اللعابه ديال الاسبان صراحه كل شيء كان خايف، زعما الدول الاخرين كانوا منتظرين منا اننا نخسروا، ولكن الحمد لله كنا الفوق وداز كل شيء بخير. والنيه خلاها الركراكي، النيه كتغلب كل شيء. الحمد لله المغاربه ديال الكرم وديال الجوده، وكنا صراحه في النيفو ديال اللي كيستاهلوا المغاربه. صراحه ما كناش كنتوقعوا هذا التاهل التاريخي، واخا تاهل تاريخي اول مره كنصر الربع النهائي. كنتمنى اننا ندوز النصف النهائي والنهائي وناخذوا كاس العالم. وتحيه الركراكي واللعابه. اللعابه لعبوا الله يعطيهم الصحه، طاكتيك واعر لعب الركراكي الله يعطيهم الصحه. وشوف كاس العالم في الجيب، وشوف الجيل ما مخرب. التأهل بالنسبة ما كانش منتظر صراحة، لأنه منتخب بحال اسبانيا ما معاش اللعب، ولكن تبارك الله على الدراري كاملين. شكرا وليد الركراكي، شكرا بزاف، ما لأنه كنا فاقدين الثقة في المنتخب، تنقولوا غير يدوز. الحمد لله والشكر لله على كل حاجة. شكرا الدراري على ما قدمتوا، على اللي عطيتوا في التيران، برافو عليكم. وإن شاء الله لنواصل كاس العالم بنا نجيبوا حنايا، ما فيها لا ان لا هكذا. هو بالنسبه للمنتخب الاسباني، هو كيعرفنا بانه انريكي المدرب الاسباني قبل كان ادى تدريبات، ادى اكثر من 1000 ضربه ترجيحيه، يعني انه كان هو موجد بانه هي عارف بان المغرب هيتعادلوا معاه ويوصلوا مع البلانتيات. ولكن اللي كان مزيان هو انه الحارس بونو كي تنقولوا خير المخططات ديال انريكي، والكلمه كانت اليوم للمنتخب المغربي، سواء في ضربه الترجيح، سواء في التمركز، سواء في الكثافه الدفاعيه، سواء كتفه هجوميه، كان تينقص شويه ديال التركيز من الشتيره وتكمل الباهيه الصراحه. درنا النيه وكره ضربات بوطو خرجت وديما مغرب. وكنشكر الدراري ووليد الركراكي حتى هو، وشكرا لخالد البزار على هاد لوغانيزاسيون اللي ديما جامعنا فيها، وديما مغرب والله ينصرنا على الاعداء. الحمد لله درنا النيه، احنا مبيتين النيه ان شاء الله ديما رابحين، والله يخلينا ديما الفوق الفوق. قال لي لا ضربوا النيه ديروا النيه، درنا النيه وكره ضربات بوطو خرجت والحمد لله ديما مغرب. الحمد لله اليوم الاداء تاع المنتخب الوطني يعني كان تيفوق التوقعات ديال المغاربه كافه. والركراكي حيا الروح الوطنيه في المغاربه كاملين، وكما تنقولوا واحد المثل الاسباني دي تال بالو تالاستيو، يعني ذلك الغصن من ذلك من تلك الاشبال. وباموس المرويكوس هاستا لا مويرتي. واحد المثل حسين من هذا الصبليون، بيلا تشاو. تحيه للدراري ومبروك للمغاربه كاملين والعرب كاملين والمسلمين كاملين، وديما مغرب وديما كوكب، هذا الشيء اللي كاين. المنتخب الوطني المغربي يواصل كتابة التاريخ بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، ليؤكد وليد الركراكي ولاعبي أن لا شيء مستحيل في عالم الكرة المستديرة، لينتظر بذلك الأسود المتأهل من البرتغال وسويسرا لمقابلته في دور الثمانية.